السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم الجين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الدجاجة غادي نطيبها مدغمرة بالبصلة. غنحمر الدجاجة. عندي هنا واحد الدجاجة ديال 2 كيلو، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الثومة، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال الملحة، وشوية ديال سكينجبير. غادي ندير واحد شويه ديال موطارد، واحد نص كاس ديال زيت البلديه، واحد الحامضه مصيره طحنتها، وعندي شويه ديال القزبور والمعدنوس درتهم بجوج بهم. دابا غادي نشد الدجاجه وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير نشرملها. شديت واحد جوج بصلات كبار قطعتهم ودرتهم هنا في الكوكوت. نشد هاد الطبسيط وغادي نضع فيه داك الربيع باش نشرمل الدجاجة ونخليها تشرب. ندير فيها هاد العطرية، غادي ندير فيها داك الحامض المصير، وغادي ندير فيها شويه ديال الموطاط، غير تعمل واحد المعلقه صغيره ولا معلقه كاع كبيره اللي كيعجبو. غادي نخلط كل شيء هكا بهذا الشكل. كتجي زوينه بزاف. غادي نشارك معكم حتى واحد الخريجه ان شاء الله. هاد الدجاجه كنوجدها باش نخرج الوليدات، غادي نخرجوا لشي بلايصه مازال ما عرفتش بالضبط فين، ولكن غادي نشاركها معكم فين ما مشيت ان شاء الله. قلت غادي نوجد هاد الدجيجه ونخرجو وناكلو على برا. غادي نهز داك الدجاجه وغادي نشرملها مزيان بهذا القوام اللي درت ديال الشرموله. كنحاولوا الشرموله ندخلوها ما بين هاد الشلده والشلده. هاد الله يسهلو. هاهي كندخلهم لها مزيان بجنابها. تقريبا الشرمولة كلها كنشربها للدجاجة. تقريبا راني كنعمرها فيها كامله، كتجي رائعه الا عمرتها من الداخل بهذا الشرموله، كتجي زوينه بزاف. كنخليها معقن تشرب، بعدا كنجمع لها هكا شويه جليها بالخيط ديال الخص ديال الدجاج. كنجيب كنجرى لي فيها البصله، كنخوي فيها داك السكاس ديال الزيت، كنزيد واحد تمن معلقه صغيره ديال الثومه بودر، وشويه ديال الابزار واحد معلقه صغيره، واحد المعلقه ديال الخرقوم صغيره،
واحد المعلقة صغيرة ديال الملح. دابا غادي نديرها على النار حتى شي شوية تنزل لي البصلة. معلقة صغيرة ديال سكينجبير. دابا غادي نخليها البصلة مزيان تشحر وتنزل حتى تبدا تعطي اللون شوية بحال هي تبدا تحمر. هي بدات تنزل دابا البصلة. دابا غادي نشد الدجاجة وغادي نقلبها على صدرها ونديرها تطيب. غير داك الطاسي اللي كانت عندي فيه شرمولة زدت فيه واحد شويه ديال الماء غادي نخوي. ما غاديش نخوي على الدجاجه، نخوي غير على الطرف. ها انتما ما دايراش الماء بزاف، هي داك القياس الماء اللي درت دابا. عندي واحد شويه ديال الزعفران الشعره بحر، غادي ندير واحد شويه. كنديرهم هكا على الدجاجة، دابا غادي نشد عليها واحد شوية. دابا الدجاجة دخلها الطياب حليت عليها، دابا غادي نهزها باش نديرها في الفران ونخلي البصلة تحمر مزيان باش تقمر. دابا غادي نهز الدجاجة خليها تقطع واحد شويه. الدجاجة انا غنحشيها دابا في الفران، راها استقطرات. غادي ندهنها شويه بالزبده. غادي نخليها في الفران باش تحمر. دابا شعلت عليها الفرن فوق وتحت 200 درجة د الحرارة ونخليها تحمر. البصلة هاهي بدات تغمر، كنبقى نمش فيها حتى ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. بدات تغمر مزيان، اليوم مني طيبت الغداء احنا خرجنا للطبيعة. الفرع ديال شوازيلوغ وهاديك البلاصة اللي ما كنتش يعني ما صورتهاش احنا جينا ليلها. ما عجبنا الحال تما بزاف، الغداء اللي شاركته معاكم ديال الدجاجة محمرة وديكشا غادي نحطها هنا، غنتغداو هنا في الربيع ان شاء الله غادي نشاركها معاكم. هذا هو الغداء ديالنا، نتمنى بإذن الله غادي يكون في الطبيعة.
نحتاجو مع الاصدقاء الاحباب، ودقوا على الجرس.